مساء الخير. نزاع الصحراء الغربية المستمر منذ 3 عقود لا يزال يشغل المملكة المغربية، ويرجح ما يردده أكثر من مراقب لهذا النزاع بأن الحرب ممنوعة مهما كان السلام صعبا. أزمة الصحراء موضوع هذا الحوار مع رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهنا ولد الرشيد، نحاوره من الرباط من مكتبه. أولا نرحب بك حضرة الرئيس من على قناة الحرة في هذا الحوار الخاص، نشكرك على استضافتنا. ونبدأ بسؤالك يتبادر إلى ذهن المشاهد، اسم المجلس هو المجلس الاستشاري، يعني يستدل من الاسم بدل أن يكون تقريري فهو استشاري، بينما أنه يمثل شريحة كبيرة من الصحراويين. أولا لماذا استشاري؟ ولكن قبل استشاري هناك كلمة ملك. الملك نعم. يعني بأنه استشاري لجلالة الملك. نعم. وهذا بطبع الحال له وزنه وله قيمته، بحيث أنه يساعد جلالة الملك على المواضيع التي يطلب منه جلالة الملك الاستشارة فيها، وخاصة في ما يتعلق بموضوع الصحراء. إذن المجلس هو قبل أن يكون استشاري هو مجلس ملكي، بما في كل الكلمة من أباهة ومن قيمة ومن وزن ومن قرار في هذا المستوى. حضرة الرئيس، الشيء الذي ذكرته في وهذا بالتحال لا يتناقض، أنه المجالس التي تكون إلى جانب جلالة الملك تكون في نفس الوقت ذات دلالة شرعية فيما يتعلق بالتمثيلية، بمعنى والتقرير واتخاذ القرار. لا في نفس الوقت أنه يمثل الشريحة المواطنين الصحراويين حسب التقاليد العربية المتعارف عليها، المبنية أساسا على العشيرة أو القبيلة. أعود إلى السؤال الذي ذكرته في المقدمة، أنه مهما كان السلام صعبا فإن الحرب ممنوعة، توافق على هذا التوصيف؟ بالتمام، أوافق على هذا الوصف بالتمام، أنه كيفما كانت صعوبة السلام وكيفما كانت العراقيل الموضوعة في الطريق، الحرب غير ممكنة، لأنه سبق أن جربنا الحرب والحرب لم تأتي بأي شيء إيجابي في هذا الموضوع، وأصبحت الآن من المستحيلات. أن أتفق تماما مع هذا الموضوع. طب أخيرا، في المؤتمر الأخير الذي عقدته جبهة البوليساريو، قالت إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للنزاع قد تعود إلى حمل السلاح. وهذا الاجتماع الذي حصل في المنطقة، يعني منطقة تعتبر بالنسبة إلى المغرب لا يجوز فيها ولا وجود سلاح ولا وجود قواعد ولا أشياء من هذا القبيل، ألا تخشى حسب بعض المعلومات أن وتيرة أو تصاعد إمكانية عودة الحرب تبدو للبعض مرجحة؟ لا، أو أولا ما جاءت به جبهة البوليساريو في مؤتمرها الأخير، تحدث عن ديسمبر، عن 18 ديسمبر يعني الماضي، هو من باب الدعاية ومن باب الابتزاز للمجتمع الدولي إن صح التعبير والأمم المتحدة بصفة خاصة. حاليا جبهة البوليساريو لا تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية التي تمكنها من شن حرب. هذا من جهة. من جهة أخرى، لشن حرب على المغرب من طرف البوليساريو تحتاج جبهة البوليساريو على ضوء أخضر من الجزائر، ولا نعتقد هي قد لا تبدأ بشن الحرب، إنما تبدأ بالتسلح والتواجد بأماكن. لا، أولا التسلح لا يمكن أن يتم إلا بقرار جزائري أولا. نعم. لأن جبهة البوليساريو للتذكير هي رهينة 100% للقرار الجزائري، لأنها توجد على التراب الجزائري ولا تنزع عنهم أي ولا يأتيها شيء آخر إلا من الجزائر. لا 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 لا، جبهة البوليساريو ناس صحراويين، أبناء عمومتنا، إخواننا، لكنهم منظمة تابعة 100% للدولة الجزائرية، من الناحية الجغرافية، من الناحية التقريرية، ومن ناحية الوجود المادي والسياسي والدبلوماسي.
يعني هذا الواقع، هذا يعني هذا ليس حكم سياسي وإنما وصف للواقع. إذن هي لا يمكن أن تتسلح إلا عن طريق الجزائر، إذن إذا قررت الجزائر أن تمدها بسلاح، ولا يمكن أن تتدرب إلا إذا دربتها الجزائر، ولا يمكن أن تحصل على أي نوع من الإمكانيات إلا بما في ذلك الإمكانيات. إذن التفاوض تفاوض مع الجزائر؟ لا إذا القرار موجود في مكان ما، أنه ما الفائدة من الحديث؟ لكن الجزائر تقول لها موقف مزدوج. الجزائر تقول من جهة بأنها ليست طرف الصحراء، ونحن نوافقها في ذلك، أن الجزائر ليست لها ناقة ولا جمل في موضوع الصحراء، لأن الصحراء موضوع مغربي، لكنها تساند جزء من المغاربة. يعني يمكن أن نعتبر ذلك تدخل حقيقي تاريخي من الجزائر في الشؤون الداخلية المغربية، ونحن نسعى أن ينتهي هذا التدخل بالتي هي أحسن، أي أننا نتفاوض مع البوليساريو كجزء منا، يعني من أهلنا، معارضة يعني، ومن الطبيعي أن نتفاوض مع البوليساريو لنقنعه بالحل الموجود، وأن نطلب من الجزائر أن تنتهي عن ما كانت تقوم به سابقا، وأن تساعد في السماح لجبهة البوليساريو ب توصل إلى هذا الحل عبر المفاوضات. إذا نحن في هذه في هذا الوقت بالضبط. هناك مفاوضات قادمة في الشهر، دورة يعني جولة جولة في مانهاست في قرب نيويورك، وفشلت الجولة الماضية. طيب، ألا تخشى أنه سنتوصل بيقع حسب المعلومات التي حسب مصادر مقربة من الفريقين تقول جولة أدار المقبل ستكون أيضا مصيرها الفشل؟ هل لديك هذا الانطباع عن الجولة القادمة؟ يعني أكثر من مصدر يقول الجولة القادمة ستكون كما سابقاتها. لا، شوف، في موضوع الصحراء لا يمكن أن يصف المرء الأشياء بلون أبيض أو بلون أسود. صحيح بأن الجولات الثلاثة الماضية لم تحرز تقدم ملموس جدا، يعني اختراق في موضوع الصحراء، لكنها في حد ذاتها هي نفسها تقدم. لو ممكن ندخل يعني أين تم تحقيق تقدم؟ ما هي النقاط التي نستطيع القول أن المفاوضات حققت تقدم؟ أولا، التقدم الأولي هو بأن الأطراف تتحاور، هذا في حد ذاته حسب المعايير الدولية الحالية يمنع القتال يمنع القتال ويمنع التشنج الكبير ويمنع التوتر بدون فائدة. ثانيا، أننا نتكلم على حلول موضوعة على الطاولة. سندخل في مواضيع. طيب، كما أننا الموضوع قبل هذه المفاوضات كان في طريق مسدود، لا يوجد هناك تحرك من طرف المغرب ولا تحرك من طرف جبهة البوليساريو ولا من طرف الجزائر ولا المتحدة، وصلنا إلى الطريق المسدود 100% قبل بداية مسلسل المفاوضات. إذن بالنسبة لي أعتقد بأنه هذه الجولة الثالثة ولو كانت لم تحرز اختراق يعني خارق للعادة فيما يتعلق، إلا أنها أدخلت رتبت الأجواء، جعلت الجميع يصل إلى استنتاج أنه لا يمكن بلوغ أي شيء إلا عن طريق المفاوضات، طال الزمن أو قصر. يمكن أن يتطرف هذا الطرف في موقف أو أن يتخذ مواقف غير معقولة، لكنه في الأطراف كلها الداخلة، الأمم المتحدة المشرفة على هذه المفاوضات، الجزائر، موريتانيا، جبهة البوليساريو، المملكة المغربية، المجتمع الدولي، الجميع يقول بأن التفاوض ضروري. إذن بالنسبة لي شخصيا هذا في حد ذاته عمل إيجابي. إذن لا يمكن أن أحكم بأنه كل سوداوي فيما يتعلق بهذه الدورات. دعني أتوقف حضرة الرئيس في استراحة أولى، أعود بعدها لمتابعة هذا الحوار، فابقوا معنا. أعود إلى حوارنا وبالذات إلى النقطة التي كنت أتحدث عنها، يعني
فائدة المفاوضات إنما دون أمال كبيرة معلقة عليها. ما دفع مجموعة الأزمات الدولية في تقرير صدر مؤخرا تقول أنه السلام غير المرغوب فيه من الطرفين هو أكثر كلفة على الطرفين من السلام. يعني استمرار هذا الوضع هي بالضبط تقول تكلفة النزاع أقل بدرجة كبيرة من تكلفة حل غير مرغوب فيه وقد يكون مؤذيا لطرف من الأطراف. يعني هذه أطروحة غريبة هذه، يعني أنه نحافظ على الوضع القائم لمصلحتي، إذا لم يكن يتوصل إلى حل يرضيني فبالتالي أقل كلفة علي من حل غير مرغوب فيه. ماذا هذا تقول؟ يعني هذا هو في اعتقادي الموقف الحالي الجزائري. هذه الأطروحة جزائرية. جزائرية. يعني إذا لم أحصل على انفصال الصحراء فأنا أفضل الوضع الراهن الذي هو ليس سلم وليس حق، ولكن هذا له سلبياته علينا وعلى الجزائر وعلى المنطقة وعلى المجتمع الدولي وعلى الصحراويين. يعني نحن جربنا الوضع الراهن في أكثر من ثلث قرن مضت. أكثر من ثلاثة عقود، 33 سنة الآن. إذا هذا لا يمكن أن يكون إيجابي، لأننا وضعنا في مهب الرياح المغرب العربي، ووضعنا في مهب الرياح ضحية اتحاد المغرب العربي. الضحية الأولى. أي بما في ذلك من انعكاسات على التنمية وعلى الاستقرار وعلى الديمقراطية وعلى الطمأنينة العامة. يعني المغرب العربي ليست كلمة فقط، من لها من انعكاسات على اتحاد المغرب العربي من نواكشوط إلى بنغازي، وإلى ظهور مجموعة من العالم العربي، الجناح الغربي للعالم العربي، كمركز استقرار وإشعاع حضاري وتنموي أمام الأسطورة التي توجد أمامنا وهي الاتحاد الأوروبي وأمام الولايات المتحدة التي هي في نفس الوقت بالمناسبة جارة لنا. إذن أنا لا أتفق مع هذه الأطروحة. هذه هي الأطروحة بالذات التي عشناها في الفترة. بالعكس، الثمن الذي نؤديه لعدم وجود حل هو باهظ. بالنسبة للمغرب باهظ أم بالنسبة للجزائر؟ بالنسبة للجزائر كذلك، للدول جميعا. الإرهاب الذي نعيشه اليوم سنبحث هذا النقطة. جزء من انعكاسات عدم الحل، ظهور الإرهاب كمؤسسة كبيرة مستقرة في هذه المنطقة تهدد العالم وتهدد الاستقرار وتهدد التنمية، هو في نفسه نتيجة لعدم الحل. يعني كنت أنوي أطرح هذا السؤال لاحقا، بما أنك بدأت وطرحت هذه النقطة. نعم. طب المغرب يخشى الإرهاب والكل يعرف ذلك، إنما الجزائر أيضا تخشى الإرهاب وهي ضحية منذ أكثر من 15 سنة، يعني وصلت إلى حدود الحرب الأهلية. نعم. وانتهينا، والآن لا تزال الجزائر تشهد عمليات إرهابية. طب أنتم تخشون، لماذا الجزائر لا يخشى الإرهاب من موضوع البوليساريو؟ لا، لأنها لم تكن في حساباتها أن الأمور ستتطور إلى هذا الشكل. لم تكن في حسابات الجزائر بأنها ستعيش الوضع التي عاشتم بعد 91 92. ولم تكن في حساباتها أنه رقم الوفاق الوطني الداخلي الجزائري بأن الإرهاب سيظهر من جديد على شكل جديد، وهو وبأهداف جديدة وبأهداف جديدة لا تتعلق بالانتخابات أو تتعلق بنمط الحكم، وإنما تتعلق بتغيير الأوضاع ككل. هذا بتتحل. لم يكن في حساب الجزائر ظهور منظمة القاعدة للمغرب الإسلامي، خصوصا في المنطقة التي توجد فيها جبهة البوليساريو، ملتقى الحدود ما بين الجنوب الغربي للجزائر وشمال موريتانيا وشمال مالي، الذي أصبح وكرا عالميا للإرهاب، ووكرا عالميا للمخدرات، ووكرا عالميا لجميع أنواع التهريب، الأسلحة والبشر، أي منطقة خارجة عن القانون الدولي. يعني رغم أن خرجنا
قليلا عن موضوع الصحراء، ان موضوع الصحراء يصب بهذه الناحية مرتبط بالموضوع. سوف اعود الى بما ان نتحدث عن هذه النقطة بالذات، هل هناك من تنسيق مخابراتي بين المغرب والجزائر لمكافحة هذه المنطقة او لمراقبة هذه المنطقة، او بمعنى لمكافحة الإرهاب ان ينتشر من هذه المنطقة إلى المغرب وإلى الجزائر؟ سؤالي في تنسيق مخابراتي ليس في هذه المنطقة بهذه النقطة بالذات بموضوع الإرهاب العام؟ لا لا بصورة عامة لا، يعني العلاقات بين المغرب والجزائر علاقات الآن إن صح التعبير يمكن نقول بأنها علاقات عادية. نحن باردة؟ لا لا عادية. يعني نقول عادية، أنا أفضل كلمة عادية. عادية لا ترقى إلى ما يتطلبه الوضع كبلدان جارة أساسية في المغرب العربي، لنا مصالح مشتركة، لا ترقى إلى هذا المستوى، لأنها لو كانت ترقى لهذا المستوى لكان التعاون أكثر وأوثق وأنجع وأوسع مما هو عليه الآن، لكنها لا يمكن النصف كذلك بأنها علاقات جامدة إلى درجة عمل الأجود. هناك علاقات، لدينا سفارة في الجزائر والجزائر لها سفارة هنا، نجتمع في إطار المغرب العربي على مستوى ليس عالي، نجتمع على مستوى 5+5 مع الاتحاد الأوروبي، إذن لنا نوع من الكلام، لكنه لا يوجد على مستوى الجنوب. لا يوجد ما هذه النقطة، أنه التنسيق بمكافحة الإرهاب صار نوع سمة من سمات العلاقات بين بعض الدول اليوم. في مشكلة إرهاب الدول تنسق الأجانب، لا الأجانب يفرضون علينا أن يكون نوع من التنسيق، لأنه المغرب والجزائر أعضاء في 5+5 أي الدول الأوروبية البحر الأبيض المتوسط ودول المغرب العربي، لكن يبقى دائما هذا مع نزاع الصحراء ومع إقلاق الحدود تعاون ناقص جدا وليس في المستوى المطلوب. سأعود إلى علاقات مع الجزائر لاحقا، إنما نعود إلى موضوع الصحراء والحلول المقامة. نعم. لماذا يرفض المغرب الاستفتاء؟ لأسباب موضوعية. وهي هو أول أنه هذا الاستفتاء، نمط الاستفتاء التي اختارته الأمم المتحدة هو نمط فريد من نوعه. الأمم المتحدة اختارت سنة 91 نمط من الاستفتاء خاص يسمى استفتاء لتقرير المصير المبني على تحديد الهوية، ليس استفتاء فقط. إذن هناك مشكلة تحديد الهوية، هنا في ندخل. حينما نصل لا يوجد مشكل لإقرار استفتاء، لكن يوجد مشكل لتحديد الهوية. حينما نتكلم على تحديد هوية الصحراويين ندخل في متاهات خلفها الاستعمار، وهي التقسيم الحدودي الموروث من الاستعمار. هذه نقطتين، نقطة ثانية، نقطة الهوية ونقطة الحدود. نعم. ترسيم الحدود. نعم، هذه هما النقطتان الأساسيتان في عدم وجود مخرج منطقي لإقرار استفتاء نهائي. الأمم المتحدة وضعت على طول امتداد 10 سنوات من 91 إلى 2001 آلية فريدة من المستوى العالي، ولجأت إلى جميع الاختصاصيين الموجودين في العالم في هذا الموضوع للحصول على الهيئة الناخبة المطلوبة، إنما لم يوافق المغرب عليها للأسباب التالية، لأسباب الموضوع التالية. الصحراويون يوجدون في المغرب ويوجدون في الجزائر ويوجدون في موريتانيا ويوجدون في مالي، وأنا أقول هذا علنا يعني، وأقول هذا الكلام علنا ليسمعه الجميع يعني، ولهذا لا يمكن إجراء استفتاء مبني على تحديد الهوية إلا إذا شمل هذا الاستفتاء التراب الصحراوي التاريخي والسكان الصحراويين التاريخيين. دعني أتوقف في استراحة ثانية، أعود بدها لمتابعة موضوع الاستفتاء. أعزائي المشاهدين، نعود لمتابعة هذا الحوار إنما بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي المشاهدين، نعود لمتابعة هذا الحوار حول نتابع قضية الاستفتاء في الصحراء. حضرت رئيس كنت تتحدث عن آليات، أو سألتك عن آليات تحديد الهوية، أنه لماذا لم يتم الاستفتاء تحديدا، لماذا لا تناقش الآن
دون أي شيء آخر، آلية بمجرد أن تقول أن المغرب يوافق على الاستفتاء والجزائر تطالب بالاستفتاء، إنما المشكلة تحديد الهوية. طب أعيد سؤالي، تحديد آليات الهوية، أن يتم اختراع اكتشاف توافق غير آليات جديدة؟ لا، غير لا توجد معجزة في الموضوع هذا. لماذا؟ لأنه يجب تقرير الحدود لبلوغ والوصول إلى استفتاء طبقا للمعايير الدولية، يعني ديمقراطي حر عادل يمثل يسمح لكل الصحراويين أن يقرروا. هذا استفتاء متعلق بتقرير المصير، ليس استفتاء خاص بمجموعة معينة، وإنما لتقرير المصير. إذن يجب أن تكون له القاعدة العدلية الضرورية. إذن للوصول إلى هذا الاستفتاء المستحيل يجب تقرير الحدود، حدود الجزائر وضم جزء من التراب الجزائري الذي هو تراب صحراوي في الأصل إلى الصحراء الغربية، وضم جزء من التراب الموريتاني، وضم جزء من التراب المالي لإجراء الاستفتاء. بالطبع الحال هذا مستحيل. هذا مستحيل لأن القارة الإفريقية مبنية أساسا منذ 63 على قدوسية الحدود الموروثة من الاستعمار، لأنك إذا مسيت جزء من الحدود الإفريقية نعم. هي كالدومينو، يعني تتنهار كلها. طيب الاستفتاء صعب؟ مستحيل، لا ليس مستحيل. فقط صعب مستحيل. استفتاء لا لنتفق، استفتاء تحديد الهوية، استفتاء يعني بالنهاية المغرب يرفض الاستفتاء المعروضة، طريقة الاستفتاء المعروضة حاليا، لأن تحديد الهوية برأيه مستحيل. نعم، والأمم المتحدة قالت بأنه من ناحية التقنية مستحيل. نقفل هذا، ننتقل إلى الحكم الذاتي. أنتم تقولون بحكم ذاتي، بوليساريو ترفض هذا العرض. البعض يقول أن البوليساريو ترفض الحكم الذاتي لأنها تريد تنازلات أكثر من المغرب، تنازلات تتعلق بقضايا كثيرة، منها ممكن تكون الثروات، ممكن حد أدنى من الأمن أو الجيش، ومعنى أكثر لاختصار حكم ذاتي واسع الصلاحيات. هل المغرب بصدد الموافقة على ذلك أو موضوع تفاوض؟ فلنتفق على المصطلحات. ثلاث اشياء. لا، ثروات، الامن، طيب حكم ذاتي واسع الصلاحيات. طيب انا سامع. اولا يجب الاشاره الى ان المجتمع الدولي بما فيه مجلس الامن، مجلس الامن قير المسطره التي كانت قائمه سابقا منذ 75 في شهر أبريل 2007 حينما أقر قرار جديد، القرار 1754 الجديد الذي بنى عليه مقاربة جديدة، ليست المقاربة مبنية على البحث عن استفتاء مستحيل. قال يجب على الأطراف أن تصل إلى حل سياسي يرضي الجميع عن طريق المفاوضات والحوار. هذا هو القرار الجديد الذي بنيت عليه المفاوضات. كل ما يأتي في هذا الإطار المغرب يوافق عليه، ولهذا المغرب قدم مبادرة جريئة مفتوحة ديمقراطية تكمن فيها هذه الطلبات التي تكلمت عليها كلها. بس ما حدود صلاحيات هذا الحكم؟ كبيرة جدا، فلنتكلم عليها. والمغرب يقول هذه المبادرة موضوعة للتفاوض، أي أنها قابلة للإصلاح وللتوسع في إطار مصطلحي ومفهومي الحكم الذاتي حسب معايير الدولية. ما هو الحكم الذاتي؟ الحكم الذاتي هو يعني بأن الدولة، لأن هناك معايير الحكم الذاتي، الدولة تتنازل عن عدد من صلاحياتها لجزء من ترابها في ميادين معينة. هذا هو الحكم الذاتي. هذا الحكم الذاتي اللي موجود في إسبانيا جارتنا، والموجود في بريطانيا، والموجود في ألمانيا، والموجود في بلجيكا، والموجود في إيطاليا، والموجود في جميع البلدان الفيدرالية، يعني قل نوع من، ولكن ليس الفيدراليات. إسبانيا ليست فيدرالية. إسبانيا التي يوجد فيها
أكبر وأهم نوع من الحكم الذاتي في الدول الغربية ليست دولة فيدرالية، مملكة لها دستور، لكن الدستور يحدد كل الصلاحيات. إذن المبادرة المغربية بنيت أساسا على هذه المعايير، اختصاصات حصرية لمنطقة الصحراء، اختصاصات واسعة، مؤسسات كفيلة بتطبيق والسهر على هذه الاختصاصات، حكومة، برلمان، هيئة قضائية عليا، أمن. إذن نحن بالتمام وبالمقدمة تحترم هذه المطالب التي قلت لي بأن يقال بأن البوليساريو إذا حضر هذا موجود، والمفاوضات تسمح للبوليساريو إذا أراد أن يتوسع في مجال ما أن يتوسع في هذا المجال ويتفاوض على توسيعه. يعني هل وارد الموافقة مثلا على الأمن أن يكون بيدهم نوع من الجيش؟ نأخذ ونتحدث. لا لا لا، الأمن فيه الأمن داخلي. الأمن فيه شطرين، الداخلي والحدودي. الأمن الذي هو جزء من السيادة لا يمكن أن يكون موضوع تفاوض. ثروات فيه موضوع تفاوض. أنا سأتكلم لك بالضبط عن ما سيبقى اختصاص الدولة واختصاص منطقة الحكم الذاتي. الدولة ستحتفظ بالسياسة الخارجية، ستحتفظ بالدفاع الوطني أي الحدود البرية والجوية والبحرية، الدولة ستحتفظ بالعملة، الدولة ستحتفظ بالطابع البريدي، والدولة ستحتفظ فيما يتعلق باختصاصات جلالة الملك الخاصة بالميدان الديني أي وحدة المذهب ووحدة الفتوى الدينية التي هي في المغرب. وهذه قضية أساسية. لكن ما غير ذلك وهو الكل. حتى يعني الثروات مسموح. فلنتكلم على الثروات. يحكى عن وجود ثروات. ما هي هذه الثروات التي يجب اكتسابها؟ التفاوض مبني على هذا الأساس. أنتقل إلى موضوع آخر هو بصلب موضوع الحكم الذاتي. لنفترض أنه تم التوافق على الحكم الذاتي، ألا تعتبر أن الحكم الذاتي سوف يهدد التماسك الداخلي في المغرب؟ بمعنى أن البربر قد يطالبون بما حصل عليه الصحراويون، يمكن أن أو يريدون أن يحصلوا عليه. ماذا تقول؟ لا، يعني إذا بدأنا في الصحراء لماذا لا ننتقل إلى بعض الصحراويين؟ لماذا لا ننتقل إلى البربر؟ لا، ما يهدد تماسك المملكة. ماذا تقول؟ لا أبدا، لأنه قبل تقديم هذا المشروع جلالة الملك طلب من الأحزاب السياسية الوطنية التي تمثل الطيف المغربي، طلب منها إبداء رأيها ومشورتها فيما يتعلق بمنح الصحراء حكما ذاتيا، وجميع الأحزاب السياسية الطيف السياسي المغربي التاريخي والحديث أعطى موافقة مكتوبة إلى جلالة الملك في هذا الموضوع. إذن هناك إجماع مغربي من الشعب المغربي على أن القضية الحكم الذاتي تخص نزاع الصحراء لحل مشكلة الصحراء، وهي ليست هي حصرية بقرية الصحراء، ولكن بينما المناطق المغربية الأخرى ستتمتع بما يسمى اللامركزية أو الجهوية الموسعة في الميدان الإداري، في الميدان الاقتصادي، في الميدان الاجتماعي، وهي الآن موجودة في أطوارها الأولى ولكنها ستتوسع قابلا. إذا موضوع الحكم الذاتي هو موضوع، وفي الحقيقة أن هذا الحكم الذاتي هو ليس حكما ذاتيا جديدا، وإنما هو إرجاع الحق إلى أصحابه. كانت الصحراء قبل الفترة الاستعمارية أي قبل 1912 حينما فرض في حماية المغرب تتمتع بحكم ذاتيا نظريا لطبيعتها الصحراوية ونظرا لبعدها الجغرافي عن عواصم المملكة مراكش، فاس، الرباط، ونظرا لأنها منذ القدم كانت تتمتع يعني لها هذه الروابط مع جلالة الملك وها الروابط الوطنية، ولكنها فيما يتعلق بتصريف الأشياء المحلية تتمتع بهذا الحكم الذاتي. في قبل أن أنتقل إلى المحاور أخرى، في سؤال حول مدى قدرة الولايات المتحدة على الضغط على المغرب
بموضوع الصحراء الغربية. يعني المعروف أن لديكم علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة. يعني الرباط واشنطن تربطهم علاقات متميزة. نعم. هل يمكن للولايات المتحدة أن تمارس ضغط لحل مشكلة الصحراء؟ وإلى أي حد؟ الولايات المتحدة دولة عظمى لها مسؤوليات عالمية وتربطها علاقات صداقة وتحالف تاريخي مع المغرب. المغرب هي الدولة الأولى التي اعترفت رسميا من السلطان الملك سيدي محمد بن عبد الله إلى الرئيس جورج واشنطن رسالة مكتوبة موجودة في الكونغرس الآن. إذن لنا علاقات تاريخية لا علاقة لها بموضوع الصحراء. طيب. وهذا الاعتراف جاء من المغرب ما قبل الحماية. أي المغرب صاحب الحدود التاريخية الحقيقية ومن ضمنها الصحراء. تربطنا علاقات بها كما تربطها علاقات بجميع أعضاء دول المغرب العربي، بالجزائر، بتونس، بليبيا، بموريتانيا. الولايات المتحدة كاتحاد الأوروبي يريدون حل لنزاع الصحراء عن طريق السلم والتفاوض. والولايات المتحدة صرحت وتعمل وتقول بأن المبادرة المغربية مبادرة جدية ومبادرة حقيقية وبأنها الحل المناسب لهذا الموضوع. أتوقف في استراحة أخيرة، نعود بعدها لمناقشة موضوع ترسيم الحدود مع الجزائر، وماذا لو لم نتمكن من التوصل إلى حل لقضية الصحراء، فماذا بعد؟ ابقوا معنا أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين، الجزء الأخير من هذا الحوار مع رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهنا ولد الرشيد. بالدقائق المتبقية الأخيرة لدي أكثر من نقطة. النقطة الأولى طرحناها في السابق، هي ذكرت لي تسوية الحدود مع الجزائر، يعني تسوية الحدود مع أكثر من دولة أفريقية، وهي دومينو. أنا أعود إلى السؤال، بمعنى البعض يقول حل مشكلة الحدود بين الجزائر والمغرب هو نصف الطريق، 50 إلى 60% من حل مشكلة الصحراء الغربية، ماذا تقول؟ ما في مشكلة حدود مع الجزائر. الحدود مع الجزائر كان فيها مشكل قبل 92، لكن سنة 92 المرحوم جلالة الحسن الثاني صادق على ترسيم الحدود الذي تم من قبل في اتفاقية إفران واتفاقية التلمسان. لا يوجد مشكل حدودي بين المغرب والجزائر الآن. المشكل الوحيد الموجود على الحدود هو أنها مقلقة ونريدها مفتوحة. هناك من يقول أن الجزائر تريد منفذ على الأطلس. سمعت بهذا الخبر منذ طويل. وهذه القضية يعني لا يمكن اجتراح حل لها ينقذ العلاقات بين البلدين ويحل مشكلة الصحراء. قد يعني لا أريد أن أكون جازما، إنما قد يكون يسهل حل مشكلة الصحراء عندما تصبح للجزائر منفذ على الأطلس. صحيح، فيه اتفاقية موقعة بين المغرب والجزائر لإعطاء الجزائر منفذ على البحر عن طريق طنطان، مدينة طنطان، لتصدير حديد قارتج بيلات الموجود في تيدوف عن طريق. إذن المطلوب هو ويبقى تحت سيطرة من هذا المنفذ؟ لا، يعني إذا كنا نتكلم عن منح الجزائر قطعة أرضية تحت السيادة الجزائرية للانفتاح على المحيط الأطلسي، هذا غير ممكن، لأن الجزائر تقول بأنها ليست لها مطالب ترابية في الصحراء. تقول؟ لا تقول، ونحن الناس بما قالت. الجزائر كأمة أقامت الثورة الجزائرية وكدولة محترمة تقول هذا علنا لشعبها وللناس أجمعين. إذا نحن نؤمن بما تقول. إذا إذا أرادت منفذ بحري لتصدير مواردها داخل إطار المغرب العربي أو بطريقة ثنائية من المغرب، فالاتفاقية موجودة يجب تفعيلها. إذا لا أعتقد شخصيا بأن هذا هو السبب لموقف الجزائر الحالي. ما هو السبب؟ طب ما هو السبب؟ أنا أعتقد أكثر طبعا المشاهد يريد أن يعرف حقيقة أنه
ما سبب هذا الخلاف المغربي الجزائري يعني والى اي متى؟ عقدة نفسية أنا في اعتقادي، لا يمكن أن نبسطها إلى أنها عقدة نفسية. طبعاً لا يمكن. لكن علاقات بين الدول ليست أي لا طبعاً. لكن أعتقد بأن الصحراء أصبحت شيئاً ما لعبة في السياسة الداخلية الجزائرية. ولا الداخلية. الداخلية. العقدة السياسة الداخلية الجزائرية معقدة، والأطراف المشاركة في إنجازها معقدة. إذن لا يوجد طرف، الشعب الجزائري لا يريد هذا المشكل من الصحراء وليس له دخل في هذا الموضوع، هذا موضوع حكام في الجزائر، موضوع حكام. سبق للرئيس الشاذلي بن جديد أن وافق على بناء المغرب على أساس حل هذا المشكل وتركه جنبا، وهذا هو السبب الذي جعل أن تتم اتفاقية مراكش 89 وبناء المغرب العربي. الحكام الحاليين لم يقرروا المضي في هذه السياسة بعد. في أمل بعودة اتحاد المغرب العربي؟ نعم طبعا في أمل، لأنه نحن نريد المغرب العربي، والجزائر تريد المغرب العربي، وتونس وليبيا وموريتانيا وجميع الشعوب، أوروبا تريد المغرب العربي، الولايات المتحدة تريد المغرب العربي، العالم العربي يريد المغرب العربي، الجميع يريد المغرب العربي. لكن يجب علينا أن نتخلص. كان فيه مشكل سابقا، يمكن للجزائر ربما أن كانت كان اختلاف الأنظمة. لا 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 لا، ماشي، هذا هو المشكل. كان المغرب كان لم يكن له مشروع فيما يتعلق بإعطاء مكان للصحراويين، هذا ربما كان يمكن أن يكون مشكلة جدا. ولكن المغرب الآن تجاوز هذه النقطة وقدم موضوع الحكم الذاتي، وأصبح هذا الموضوع يسمح للجزائر أن تساهم في حل قضية الصحراء بقضية إيجابية دون المس من شرفها ولا من كرامتها ولا من هيبتها. إذن اليوم أعتقد بأنه أكثر من المضى تتوفر جميع الشروط النفسية والسياسية والدبلوماسية والمصلحاتية للجميع أن نحل هذا النزاع داخل المفاوضات. هل هناك في الأفق مبادرة مغربية جديدة في الموضوع؟ لا، يعني لا، الموضوع الصحراء نحن الآن على مثل ما قلنا باب المفاوضات القادمة. كما ذكرنا لن نكرر ما ذكرنا. المغرب لا يمكن أن يحصل المعارضة. شنو هو المطلوب منه؟ هذا سؤالي. إنه ما ليس هناك بالأفق أو من إمكانية لمبادرة مغربية جديدة تنقذ هذا الجمود في المفاوضات؟ لا، يعني المغرب، أنا أقول لك كعضو في الوفد المغربي المفاوض، المغرب متفوق على جميع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بإرادته في تحريك الأشياء. المغرب ليس هو العائق الحالي لوجود اتفاق. المغرب ليس هو العائق أمام المتحدة ولا أمام المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سريع في المفاوضات. المشكل الموجود الآن أمامنا هو أن جبهة البوليساريو جبهة موروثة من العهد ما قبل الطوفان، يعني جبهة ماركسية لينية لها حزب واحد، تفكير واحد، لا تعرفون ما يجمعها من النظام الجزائري الحالي. هي موروثة، هي لا، النظام، لأن أجزاء من النظام الجزائري لم تتخلص بعد من نفس العقدة السابقة، وهي التي ما زالت مرتبطة بجبهة البوليساريو. نحن نحتاج إلى أن يوجد أمامنا طرف يريد الوصول إلى حل وسط، حل لا غالب ولا مغلوب فيه، وهذا الحل هو الذي يناسب الجميع ولا حل غيره. أؤكد لك بأنه لا حل غيره، الحل الوسط الذي يعطي للجميع ما يريد، يعطينا نحن السيادة ويحافظ على وحدتنا الترابية المملكة المغربية، ويعطينا نحن الصحراويين حقوقنا في إطار ممارسة حكم ذاتي حقيقي، ويخرج المنطقة من الورطة التي توجد فيها. لن يكون هناك حل غير هذا الحل، طار الزمن وقصر. إذن من يريد المطالبة بشيء آخر هو في الحقيقة يريد تطويل المشكل لأسباب أخرى لا علاقة لها بموضوع الصحراء. ماذا البديل عن الحل برأيك حضرة الرئيس؟ كارثة. البديل عن الحل، طب اليوم ما وصلنا للحل، ما البديل؟ لا، كارثة. البديل هو الكارثة، هو المزيد من الإرهاب، والمزيد من توقل الإرهاب في المنطقة، والمزيد من الوحل الإرهاب في المنطقة، والمزيد من عدم الاستقرار وعدم تمكن الدول من السيطرة على وضعها الداخلية. البديل هو بديل كارثي سوداوي، البديل هو مصيبة. المغرب غير مهيئ للحرب؟
لا أو مثل الحرب لا لا المغرب لأعمال عسكرية لا 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 المغرب سيدافع عن ترابه كما دفع عنها سابقا إذا تم الاعتداء عليه ولن يكون خاسرا. هذا أمر مرهق مرهق طبعا ولكن لا سيما بالأوضاع ولكن من هو المجرم إذا كان هذا الأمر المجرم هو الذي يتسبب في إعادة المنطقة إلى الحرب وإلى العنف يعني ممكن ليس إلى الحرب إنما إلى توترات عسكرية وأمنية وأعمال عسكرية المغرب لا يخاف من الحرب قد تكون قضية المغرب لا يريد الحرب ولم يكن يريد الحرب وقبل وقف إطلاق النار ودخل في مفاوضات وهو الآن في مفاوضات وقدم مشروع وصفه مجلس الأمن كل مجلس الأمن بإجماع بأنه مشروع جدي وذا مصداقية والدول العظمى أنا أقول لك الدول الإسلامية كلها والدول العربية والدول الأوروبية والدول الأمريكية تساند هذا الحكم ذاته حضرت رئيس هل تأمل إذا تغير النظام مش النظام إذا تغير الحكم في الجزائر يعني أتى فريق جديد غير الطاقم الحالي ممكن أن تحل قضية الصحراء لا يمكن حل قضية الصحراء بالطاقم يعني الحالي يعني برأيك ما لا الطاقم هذا الطاقم الحالي هو العقبة أم أنه ممكن إذا أتت نخبة جديدة عقلية جديدة شباب لا أدري لا هو موضوع الصحراء أم أنه موضوع مقفل لا من يأتي إلى الجزائر سيكون أو يتابع ويستمر في السياسة ذاتها لا هو موضوع الصحراء موروث من عهد الرئيس هواري ومديان ليس من الرئيس الحالي طبعا أو النظام الحالي لا هذا ورث مشكلة ثلاثة رؤساء أي طيب لا موروث من يمكن للحكومة الحالية والرئيس الحالي أن يحل مشكلة الصحراء ويحله فيما نريده جميعا في إطار المفاوضات أن يضغط على جبهة البوليساريو أو يعطيها تعليمات أو توجيهات أو نصائح أن تدخل جديا في هذه المفاوضات لإخراج الحكم الذاتي إلى الوجود عصميا بإشراف الأمم المتحدة سؤالي الأخير هل نستطيع القول أن الدور الجزائري في الصحراء هو كالدور السوري في لبنان؟ لا لا أولا وحدة يعني بصراحة أريد منك جواب صريح لا مشكل مختلف ومشاكل الشرق الأوسط مختلفة عن مشاكل المغرب العربي أولا لبنان وحدته الترابية ليست مهددة ولا توجد منظمات خارج التراب اللبناني مسلحة تهدد وحدة وكيان لبنان مشكل داخلي هذا موضوع لا أريد أن إنما سوريا تقول نفس الكلام الذي تقوله الجزائر عن البوليساريو لندع اللبنانيين يتفقون ونحن لسنا لا معنيين مشكلكم أكثر تعقيدا بالنسبة لنا إحنا مشكلنا واضح نحن استرجعنا الصحراء كمغرب من المستعمر الذي كان يحتلها وهو إسبانيا شأننا في ذلك شأن الصحراء في ذلك شأن أجزاء كبيرة من المغرب شمال المغرب طنجة طنطان طرفايا سيدي فني ومستقبلا سبتة ومليليا هذا الموضوع للصحراء هو موضوع في الحقيقة كان في الماضي أكبر من الجزائر هو موروث من الحرب الباردة لأنه نحن كنا نوجد في معسكر غربي والجزائر وكوبا والفيتنام ومن معهما سابقا كانوا في كذا هي مشكل موروث من الحرب الباردة لم يجد حل إلى حد الآن ونحن نتمنى أن الجميع ينور الله له أفكاره وكفكر ونخرج من هذه المصيبة سريعا وأنا أتمنى معك أن تحل هذه المشكلة أشكر هذا الحوار الخاص شكراً. الممتع حقيقة شكراً. أعزائي المشاهدين أشكر حسن متابعتكم هذا الحوار الخاص على أمل اللقاء معكم قريبا تصبحون على ألف خير أهلا وسهلا